بودكاست الفكرة وفكرة مع الأستاذ حكمة بعيني على راديو الرابعة. أيهما أفضل للإنسان؟ الاعتقاد بأنه هو عاجز عن معرفة كل شيء أو الاعتقاد بأنه هو قادر على معرفة أي شيء؟ الجواب هو اثنين سواء، لأنه المقولة الأولى يعني العجز عن معرفة كل شيء تشبه عملية الحظر أو المنع، بصراحة كل شيء ممنوع مرغوب. أما المقولة الثانية القدرة على معرفة كل شيء تشبه عملية السماح اللي بتحث الإنسان على القيام بعمل ما لأنه هذا العمل منطقي ومعقول ومقدور عليه. بالحالتين يستنفر الإنسان عقله ويبدأ في استكشاف المجهول للوصول إلى الحقائق اللي بيسعى للوصول إليها، وهذا الاستنفار بيؤدي إلى عملية بحث واستكشاف واستنباط على كافة الأصعدة ويجعل من هذا الإنسان باحثا وعالما مميزا يبحث عن الحقائق من دون أن يدري ما إذا كان قادراً أو عاجزاً عن معرفة كل شيء. وطبعاً هذا سر من أسرار الحياة، حيث لا معنى للإنسان أن يتساءل عما إذا كان يعرف أو لا يعرف أنه قادر أو عاجز عن القيام بعمل ما، لأنه بالحالتين سيقوم بهذا العمل كنتيجة حتمية لمقولتين رائعتين. الأولى تقول بأنه كل شيء ممنوع هو مرغوب، والمقولة الثانية بتقول بأنه كل شيء معقول هو مقدور عليه. يعني بصراحة الفكرة هي هناك حتمية للمعرفة عند الإنسان. انتهت الفكرة. هذه الحلقة مقتبسة من كتاب الفكرة وفكرة.